الآن استعراض لأداء أسواق المال الإماراتية في تعاملات اليوم، وكما نشاهد مؤشر سوق أبوظبي أغلق عند 9228 نقطة، تداولات كانت عند 185 مليون سهم بقيمة وصلت إلى أكثر من 935 مليون درهم. أبوظبي الوطنية للتكافل على رأس قائمة الأكثر ارتفاعاً بقرابة 10%، شميرة ارتفاع بأكثر من 5%، وجي اف اتش المالية أكثر من 4.5%. بالنسبة لأكثر تداولاً بالقيمة في سوق أبوظبي آي سي يتصدر هذه القائمة بقرابة 250 مليون درهم، ألف ظبي القابضة تداول أكثر من 71 مليون درهم، الدار العقارية تداول 46 مليون درهم. بالنسبة لسوق دبي أغلق عند 4252 نقطة، ارتفاع بأكثر من 10%، التداولات كانت عند 81.5 مليون سهم بقيمة قاربت أيضا 250 مليون درهم. بالنسبة للأكثر ارتفاعا في سوق دبي، دبي الإسلامية للتأمين ارتفاع ب 4.5% تقريبا، تبريد ارتفاع بأكثر من 4%، وأرامكس ارتفاع ب 23%. بالنسبة للأكثر تداولا بالقيمة في سوق دبي، أعمال التطوير على رأس القائمة وتداول أكثر من 36 مليون درهم، الإمارات دبي الوطني تداول قرابة 30 مليون درهم، وجي اف اتش تداول أيضا قرابة 30 مليون درهم.